البرنامج الستاشر واللي حرفيا هتدعي لي بعد الفيديو ده. بالمناسبة صاحب الكومنت يبقى ابن عم وجاري في نفس الوقت. في مشكلة بتقابلنا دايما وهي ان باقة النت دايما بتخلص قبل ما الشهر بيخلص، فالبرنامج ده يحل لنا المشكلة دي. البرنامج ده اسمه ماي داتا مانجر، فتعالوا نجربه. اول لما البرنامج بيفتح بيجيب لك استهلاك باقة التليفون واستهلاك الواي فاي، فلغايه دلوقتي على الموبايل ده انا استهلكته 521 ميجا. فانت هتدوس على الثلاث شرطات دول، بعدين هتختار ابس، وهنا بيجيب لك استهلاك كل برنامج عندك للنت من الاعلى للاقل. فانت بتشوف اكتر برنامج مستهلك نت عندك وبتحاول تحد من استخدامك ليه. فالبرنامج ده بيجيب لك استهلاك كل برنامج عندك كل يوم، فانت ممكن تدي لنفسك حد اقصى 1 جيجا في اليوم، واذا زدت عن الرقم ده ما تستخدمش البرنامج اللي بياخد نت باقي اليوم. لو عاوز البرنامج اللي بعده اكتب البرنامج ال17 في التعليقات.